طيب الكلام لسه اكيد مستمر، مش يعني خلاص مش مع نهايه البطوله هنقول خلاص كده، لا خلينا نتكلم شويه نفرح شويه. طبعا لسه بكاس مصر والنادي الاهلي والسعاده اللي كانت بصراحه يعني منتشره بين ملايين المصريين وملايين الاهلاويه وفي كل مكان في العالم، يعني ما فيش مكان في اي بقعه في الكره الارضيه ما فيهاش اهلاويه يعني او مصريين حتى. خلينا نرحب بالاستاذ محمود صبري الناقد الرياضي. ايه صباح الخير. صباح الفل. والله شكلك ما صحيتش لسه استاذ محمود، والله انا متفهمه جدا الايام دي عايزه الواحد يقعد بس كده. منور الدنيا يا استاذ محمود. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك بخير يا رب. كريم عليكم ان شاء الله باذن الله. الله اكبر. قبل ما ندخل بقى مع حضرتك في رؤيتك لماتش امبارح، تعال نتعرف على رؤيتك لليوم نفسه امبارح. تابعت اليوم ده ازاي؟ لا طبعا هو الحدث نفسه في حد ذاته انه يعني يتنقل بالصوره دي بره، وده في حد ذاته برضه ذكاء كبير جدا من هيئه الترفيه السعوديه انها تختار اقدم الالقاب في الوطن العربي وفي افريقيا وتلعب في الرياض. لا شك انه حدث مهم بصراحه، التنظيم رائع، كل الاجواء كانت مناسبه انك انت تشوف. انا عجبني قوي اللقطه كمان بتاعت مورينيو ورونالدو وتوتي، في ناس كتير على فكره اعترضت عليها بس انا عجبتني. بيقدم يعني لك حاجه نجم عالمي لابس تي شيرت اكبر ناديين يعني في مصر. في ناس يعني هتتفاجئ ان قاعد بتصور لعيبه شافت مورينيو في التلفزيون، هي بتشوف غير في التلفزيون بتشوف كل يوم فجاه ليه واقف جنبه بيسلم يعني برضه في حد. ايه غير اللقطه دي كانت ابرز اللقطات اللي وقفت عليها؟ المشهد كله والاجواء حتى من قبل كده يعني عاوزين نقول الدنيا هدت وكل تركيزنا في المستطيل الاخضر للرياضه. هو ده الهدف وده اللي طلعنا، يعني بغض النظر عن انه المباراه فنيا وده نتكلم فيه ونقول فيه، لكن نفسه المشهد وشفنا العرض والهواء مفتوح وشفنا الجمهور قاعد ازاي بره والاجواء والاسر والعائلات، هي يعني عاوز اقول لك ايه، هي الرياضه في مجملها. لكن المشهد اكثر من رائع، الكل فائز في هذا اليوم وكان شيء مهم جدا. واعتقد ما اعرفش هل هي دي بطوله وخلاص يعني اتنظمت ولا لسه، كنت بتابع امبارح يعني مثلا يعني في اتفاق مثلا استضافه الحدث ده سنويا برضو عاوزين نفسنا ايه نفهم هل ده ارتباط. كان في لقاء بين الاعلامي عمرو اديب وتركي الشيخ وكان بيساله قال له هنشوف الموضوع ده لسه هيبقى فيها نقاش وهيبقى فيها كلام، ربما يحدث ربما لا، بس انا بالنسبه لي لو هو حصل مش لازم النسخه القادمه يعني، بس لو حصل تاني اعتقد وتم تكراره احنا ما خسرناش ابدا ان احنا نعمله خارج مصر يعني. انا شايفه بالعكس كسبنا برضه. لا مش مساله ما خسرناش، هو انت نفسك والجوائز كانت لا هو انت نفسك يبقى ده داخل مصر لان الجمهور بتاعنا يستحق. ما هو ده اللي خلى ناس كتير تتحفظ على الفكره على فكره يعني قبل ما يعني تتلعب مباراه امبارح، ناس كتير قالت لك البطوله دي كمان تحديدا ليها خصوصيه شديده وبتحمل اسم كاس مصر. طبعا فبطبيعه الحال لازم تتلعب على ارض مصريه. وناس تانية كانت متفهمة لفكرة الأغراض التسويقية اللي قد تكون هي السبب الرئيسي أو العامل الرئيسي وراء أن الماتش يتلعب هناك. في الحالتين الماتش اتلعب هناك وفي الحالتين اليوم كله كان الحقيقة جميل جدا يليق به كرة القدم المصرية وباسم النادي الأهلي والزمالك ويليق كمان باسم المملكة. لا طبعا ما انا بقول لك حتى الحوافز الماديه اللي قدمت رغم انه ممكن تكون افضل من كده لكن في حد ذاتها كانت شيء كويس في ظل الوضع انك انت البطل، كاس ما بيخش غير نصف تذاكر الفرقتين بتوزع وما فيش يعني العائد بالسوق يعني انت نفسك يبقى ايه، يبقى عندك انك انت لما تيجي تفكر مثلا كده تدي حوافز برضو اكبر. ده في حد ذاته وجائزه افضل لاعب، كل الاجواء اللي انت شايفه جائزه للجمهور، الجمهور تفاعل مع الحدث، الجمهورين مع بعض، ما شفناش حاجه غير نقطه سوداء كده في ال لا يعني شفنا كل حاجه كده الا في حد كده بيديك كده نقطه سوداء كده وانت ماشي في الطريق كده بيحاول يعكر الصف. لو كنا عارفين التفصيله دي كنا ندسينا في وسط جمهور النادي الاهلي. طبعا لا فهي طبعا وكنا هنولع الدنيا في المدرجات. خلي بالك. لا لا يعني عاوز اقول لك حتى الجمهور نفسه حتى الشكل نفسه كان يعني بامانه شديده اكثر من رائع. طبعا. الجمهورين طبعا الجمهورين اكثر من رائعين. عاوز اقول يا جماعه هو ده المفروض يبقى عندنا هنا يعني طبعا. عاوزين ايه طبعا. مساله العلاقات كمان اللي تحسنت بصوره كبيره جدا بين الناديين ومجلس اداره الناديين وكثير من الجمهور بدات الامور تعود الى نصابها الطبيعي، محتاج ان احنا نقف وقفه عند لقطه كده جت في الاخر كده انا شايفها انها مزايده ومزايده رخيصه جدا، واتمنى من مجلس اداره نادي الزمالك يكون عنده قرار في هذه اللقطه لانه خلاص يا جماعه احنا لم يعد في الاجواء دي خلصنا منها بقى المفروض خلاص احنا خلصنا واحنا ضيوف
عند الاشقاء المفروض ما يصدرش من ده اللي زعل الناس اكتر من اللقطه اللي بامانه شديده كان يتوجب. كنت اعتقد انه يكون في قرار اسرع لاتخاذ من حاول ان يعكر صفو المشهد واليوم الجميل ده، ان يكون في قرار كمان للاعب وصل يعني من العمر خلاص ما عادش غير ساعات ودقائق. المشكله يعني ان اللقطه دي كمان يعني بعيدا او بغض النظر عن هي بتسوق لمين ومين، هي كمان بتسيء للدوله المنظمه للحدث، يعني مش لطيف ان كان يحصل كده. لا طبعا 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 لا في، ما انا بقول لحضرتك يعني تقدر تاخدها تحت بند عدم الانضباط، عدم الاحترام، يعني جليطه على الفاضي، ما لقيتش نفسك في الملعب فطلعت حبيت تاخد اللقطه وتعمل يعني بتدي رسائل للناس اللي هم بيساندوك وبايدوك في اللقطات دي، وكلام كلام غريب وما يصحش يصدر من فروض كابتن فريق وصل بمرحلة. لكن هو تعود ويعيش على مثل هذه الاجواء وينمو عليها، يعني هو استمراره في المشهد وفي الملاعب بالمحاولات الاساءه رغم انه ايه جمهور الاهلي لم يصدر منه شيء ولم يحتك ولم يخرج منه لفظ، وكان طبعا الاجواء كلها زي ما انت شايف المشهد، لكن ما كان هناك داعي. وكنت اتمنى يكون في قرار اسرع من كده من المسؤولين في نادي الزمالك في اتخاذ هذا القرار أصلاً؟ ما كان ينتظر حتى الان ورغم كل الكلام اللي بيترمي له فعلا زي ما هو ما بسال حضرتك في قرار طلع اصلا ولا ما فيش قرار؟ ما انا بقول لك ما فيش قرار، ما كان المفروض يكون في قرار اسرع من كده ومنتظرين برضه تقرير الحكم. يعني احنا لا نقبل يعني لا هتافات مسيئه لاي لاعب من قبل اي جماهير ولا بصراحه افعال غريبه كده ملهاش اي معنى من اي لاعب يعني خلي بالك بعض بيقول لك اصل هم قالوا له لا ولا حد قال على فكره على فكره ولا حد قال ولا حد جنبه يعني في الاول ولا حد عمل اي حاجه بعد انا بقول لك اهو ولو حد ولو حد قال ولو حد قال انت لاعب كبير انت لا لو حد قال انت لا يجب انك انت تتعاطى مع الجمهور مفروض تعالى طب وانت طب خدتش ليه على الجانب الاخر اقول لك حجم الضغوطات اللي تعرض لها امام عاشور وكهربا في الماتش عامل ازاي ده العادي مع كل كره انت بتمسكها في الملعب بتعمل معاك ايه ما حدش يتكلم يعني ما حدش طب حصل انفعال يعني في النادي الاهلي يعني عاوز اقول لك ما حدش يعني انفعال ولا حصل حاجه طبعا. ولما بتحصل حاجه لو حصلت حاجه لقطه هفوه لما كهربا دخل وقلنا كلنا غلطناه قلنا له ما يصحش لا ومش غلطناه بس احنا مش كمان ما انا بقول لحضرتك وتم عقابه ايه اللي حصل يعني سيبك اللي انا عايز اقول ايه المشهد كله كان جميل طب لو كان حصل العكس وكان الزمالك هو اللي فاز بالله وكان فاز بالكاس وهي دي الكوره وهي دي الرياضه ايه كان ايه اللي هيحصل يعني هتعمل نفس لا هو استاذ محمود بس احنا مش عايزين نركز قوي على النقطه دي بس انا قلت حاجه في الانترو لان في قله برضو الصراحه هم قله يعني الجماهير لهم كل الاحترام صراحه جميل نادي الزمالك لان كان في ناس راقيه جدا بس في قله ما زالت عندها الايمان ان النادي الاهلي بيفوز دايما بالمجاملات بالاخطاء التحكيميه يعني هم اتولدوا وبيسمعوا ده من الاجيال وهيصدروها لاولادهم وهكذا وهتستمر فيعني انا بيصعبوا عليا يعني الناس دي والله بيصعبوا عليا دايما اللي هو انت الضحيه وانت مغلوب على امرك يعني بص الامور دي بجد ما بنوقفش عندها لان الناس دي بنقول لهم معلش يعني برضه نقول لهم معلش لا لا طب ليه انا طب هقول لك حاجه تم تأصيل هذه الفكره على مدار السبع ثمان سنوات انا بكلم لا ده تم ايه تخصيص الثمان سنوات الاخاره بالذات وتدشين برامج مخصوصه بهدف تشويه الاهلي وتشويه بطولاته ما هو انا مش عارف اكسبك في ارض الملعب بالزبط. انا مش عارف اكسبك هضطر ان انا اجي هنا قدام الناس وازرع على فكره هذا امر كان في منتهى الخطوره وزرع في اجيال هذه ضغيرة. الفكره طبعا لا بامانه شديده طيب قول لي بقى ايه المجامله اللي خدها الاهلي في مواجهات الزمالك مسك لي ورقه وقلم يعني احنا كنا بنتكلم على مدار الحلقه بنتكلم لا لا تعالى اسالك سؤال قلت عايز حكم اجنبي ولا مش عايز حكم اجنبي جه حكم اجنبي وطاقم تحكيم ولا ما جاش قال لك ده بيجامل ده انا شفت في إيه؟ بوستات غريبه ضربة جدا ضربة جزاء في الدقيقه 8 يعني. ما اتحسبتش ما حدش اتكلم ما حدش اعترض خلاص الناس التزمت ما هو برضه يعني عايز اقول لك انا قلت على حاجه صعب حد يعترض على قرار انا حاجه استاذ محمود اقولك على حاجه تضحك واحد من الاشخاص اعرفهم يعني هو عنده يعني ما ربنا معاه يعني ربنا معاه هو صديق بس هو ربنا معاه كتب لك قال لك ايوه بقى احنا عرفنا اصلا المباراه دي والبطوله دي اتلعبت هناك ليه كل ده متدبر عشان الاهلي يكسب ده بجد يعني صح؟ عملنا كل ده وصرفنا كل ده عشان في الاخر الاهلي يكسب ليه احنا محتاجين ده يعني بجد والله العظيم الناس دي الواحد بيبص على اللي هو بيكتبه معلش وده يخليني اسال حضرتك بقى على تفصيله يا استاذ محمود لو تكرمت يعني
من اول ما اتولدت كره القدم في مصر ما عندناش غير قطبي كرة القدم، الأهلي والزمالك، مع فوارق والمنافسة بقى طول عمرها موجودة ما بين الاثنين، والمناغشات اللي كانت مقبولة ولطيفة طول عمرها بين الجمهورين كانت حاصلة، اللي هي قعدات القهاوي والأهلاوية والزملكاوية ينكشوا بعض، النكش اللطيف طبعا. ليه الوضع اتغير مؤخرا وخد بعد تاني خالص؟ هو قال لك جملة حلوة قوي على فكرة استاذ محمود رد، انت قلت جملة حلوة جدا ودي بتنطبق في الحياة العامة. أني واحدة؟ قصة ان انت مش قادر تكسبني في الملعب فبتشوه صورتي. بالظبط في الحياة كده، هو لما حد بيشوفك احسن منه لا بيشوه صورتك. طول عمر الجمهورين في ماتشاتهم حتى مع بعض في استاد القاهرة، الناس وهي خارجة وهي داخلة داخلة مع بعض وهي خارجة خارجة مع بعض. صح على فكرة، واقصى هتاف ياخد 3 4 دقايق وينتهي الماتش وخلاص خلصت الحدوتة، يعني ما طلعوش ايه موت. لكن هناك من لعب دور في منتهى الخطوره، وانا بقولها لك، وعري الريتم في الثمان سنوات الاخرين، ومع ظهور مع بعد ظهور بعض اللعيبه اللي اعتزلوا الكوره وتحولوا الى مهنه الاعلام وهي مش مهنته، فوجد ضالته عشان يكتسب شعبيه واكل عيشه في تغذيه التعصب وبث السموم بشكل مختلف، فعليت الفترات بادعاء ان هو بيقول الحق وهو كذوب. هو لا يقول الحقيقه، هو كذوب ومؤلف كبير جدا، ويتكتب عليه كتاب اسمه او عنده مشكله شخصيه. يعني الجزئيات دي استاذ كريم عليت في الفتره مع المشهد اللي انت شايفه. ايوه بس نفع. ما انا بكلمك اهو، ما انا بقول لحضرتك اهو، ما انا بقول لحضرتك اهو، مع ظهور ظاهره الالتراس بشكلها، في جانب فيها كويس اللي هو التشجيع والاهتمام وكنا بدأنا فيه، وفي جانب قبيح احنا رافضينه اللي هو مرحلة الوصول الى العنف، وده امر غريب علينا وعلى مجتمعنا. ماشي، في جانب ايجابي اللي هو انك انت بحفز لاعبتك وبتاعه، وفي جانب ان انا انال من المنافس بصورة باخرى وبشوهه، ودي فترة على فكرة بدأت مع 2007 بص بدأت 2006 2007 عليت 2008 2009 ظهرت تضخمت المسألة، شفنا المشهد اللي انت شايفه دلوقتي. كان متوقع الجميع انه يتم التحجيم وان الامر يقتصر في المدرجات وتنتهي القصه والمباراه تنتهي. الامور تحولت الى التراس الاستديوهات. طيب. ماشي، التراس الاستديوهات علالك اللي ايه اللي انا بقوله لك، بقول لك وزود من الاحتقان. ما زاد الاحتقان، ما انا دلوقتي جايب ناس كانت بتلعب هنا ومشت من هنا، فجاي اصفي حساباتي معاك على الهوا. لا وبيتكلموا في التحكيم كانهم خبراء، بص بيتكلموا في كل يعني حاجه. لا طب تعالى حاسبه وامسك ورقه وقلم، قول له انت عملت ايه في مواجهاتك اللي لعبتها قدام النادي الاهلي. يعني ايه؟ فاصل بس فاصل وهنرجع كلام كتير، دي نقطه مهمه. فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع الاستاذ محمود، خليكم معانا. طب والله فقدنا الذاكره احنا الثلاثه، حط الذاكره معاك على فكره. احنا الثلاثه فقدنا الذاكره، عايزين نرجع النقطه. وقفنا فين يا استاذ محمود؟ وقفنا فين؟ والله نغير النقطه، نتكلم على الاستديوهات وبتاع والتراس الاستديوهات وبتاع والناس اللي بتشحن الدنيا. يعني عاوز اقول لك ايه، ما ممكن ابقى طبيعي جدا يعني، كسبت خلاص اقول لك مبروك وتستحق، لكن اقول لك ايه، اصل الزمالك لعب والاهلي ما لعبش. لا والله. طب لعب عمليه، طيب يعني كورتين في العارضه وثلاث صدات لشوبير يعني بالمناسبه شفت مصطفى شوبير ازاي في ماتش امبارح وفي الفتره الاخيره عموما مع النادي الاهلي؟ لا ده شفتها مصطفى شوبير، شفناه من ساعه ماتش الوداد. يعني ماتش الوداد هو اتولد في ماتش كنت متوقع الاداء، التطوير في الاداء بالشكل ده وبالسرعه دي. على فكره هيبقى حاجه كويسه، بس يا ريت الاعلام والاضواء تبعد عنه. بمعنى ايه تبعد؟ كانتقاد ولا كدعم كبير؟ لا ما تبعد، كل ما يعمل حاجات تعليه. تقعد تتكلم عنه. لا سيبه، الولد كويس عشان ما يبقاش فيه نوع من الثقه الزايده. لا لا، عشان ما عشان لما يحصل حاجه ما يبقاش رد الفعل مضاعف عليه. هو ده طبيعه الحال للاسف، يرفعك السماء كده. انت ممكن تبقى انت حياه كده ممكن تخليك وتحصل لك مشكله ما عملتش حسابك، علتك في الحاجه الحلوه تيجي في الحاجه الوحشه ومحدش هيرحق. انت عارف طبعا، انت عارف ان احنا بن طبعا ودي حاجه مش لطيفه على لا ما عندناش الوسطيه في مساله تقييم الامور. ما بقاش عندنا ما بقاش عندنا دلوقتي. بص يا كذا مؤخرا برضه لما يلعب المنافس كويس لازم اقول له لعب كويس واحسن مني، ولا ابقى كده ان الراجل بطل اضحك على الناس والناس شايفه صوت. خلي بالك مش هتقدر تضحك على الجمهور، الجمهور اذكى مما يتخيل. لكن ايه زادت نسبه الحدوته يعني.
لقطه جميله جدا عجباني من احلى اللقطات بصراحه عجباني جدا صحيح. جدا يعني صحيح. ايه كمان من اللقطات وقفت عندها حضرتك وانت بتتابع اليوم والماتش امبارح؟ لا مثلا نقطه كهربا وامام عاشور في بعد المباراه قفشه بامان قفشه انا مبسوط عشان قفشه والله لان هو كل مره انه فتره بيرجع. برضه على فكره هو ده اللعيب اللي يخليك ايه اللي يقول لك ده لعيب يستاهل انه يلعب في النادي ده مش اللعيب اللي ينزل ما يعملش حاجه يعني نزل في 10 ربع ساعه كان توفيق ربنا حليف وقلب الماتش بتمريره وهدف وهدف كانه ضربه جزاء على فكره صحيح لا صحيح. يعني ايه كرر القضيه ممكن يعني عاوز اقول لك ايه الممر الشرفي الحاجات دي اللي اتعملت بتكسر الحواجز نفسنا يعني نفسنا احنا يعني بنقعد نتفرج على اوروبا ونمصمص في شفايفنا ونتكلم على الاخلاق طب ما نفسنا طب ما احنا عندنا يا جماعه ممكن نبقى حاجه كويسه والنماذج اللي زي دي والصور اللي كنت تلعب بره وتطلب وتروح تختار في مكان في الامارات في السعوديه ده في حد ذاته شيء كويس برضه بس احنا عاوزين نرتقي بالمستوى الفني بقى يعني عاوزين مع كل المشهد الكبير اللي بره الملعب جوه فنيا عاوزين نشوف كوره عاوزين نشوف متعه عاوزين نشوف في المباراه هو فنيا اللقاء ده كان من اقل اللقاءات اللي جمعت الفرقتين كفنيا بص من اقل اللقاءات الفنيه يعني من الفرقتين مش من يمكن النادي الاهلي تسبب خط الوسط بتاعه في انه منح خط وسط الزمالك ناصر ماهر اللقطتين اتعملوا اتحكم على انه الزمالك هو اللي كان مسيطر على الملعب لا الكوره كانت رايحه وجايه لكن نزول ناصر ماهر وتحركه مع بطء كريم ندفد وبرده عمرو السوليه كتر خيره راجع من فتره كبيره جدا يمكن ده ادى شكل بالكبير لكن الوضع من بعد الدقيقه 75 ونزول التغييرات الثلاثه اللي نزلوا برده عملوا زي ما تقول ايه مروان عطيه على قفشه على الروح القتاليه برضه عند واحد زي كهربا عارف الماتشات اللي زي دي بيفصل فيها الاصرار والقلب مع الناحيه الفنيه انك انت حافظ انت بتعمل ايه يعني تمريره حريريه من قفشه ما حدش كان توقعها وبرضه دي خديها استمرار لاستخدامات كولر ليه حمدي فتحي ما هو حد متوقع لو تفتكر ماتش 3-0 حد توقع ان حمدي فتحي يخش يلعب في منطقه 18 مع كهربا يعني ايه يعني برده ده ذكاء برده شغل مدرب برده مش جاي كده القطعه وكره ضربه الجزاء برده اللي ما اتحسبتش برده القطعه في عمق الدفاعات برده ده دليل على انه في تحرك وفي لا في شغل الزمالك عمل لا كان واقف على رجليه في الماتش لكن هجوميا لم يكن يعني بالمستوى يمكن هي راحت فرصه الوحيده الخطيره اللي اقدر على فرصه سيف الدين الجزيري اللي هي دي كانت ممكن اقرب ليها في الشوط الثاني هي دي كان ممكن تخلص بص الماتش بص يا استاذ محمود الزمالك لعب حلو لا ما انا الزمالك طبعا لعب حلو ما انا والاهلي قدر بذكائه ان هو يسيطر على المباراه ويحرز الاهداف وان هو يفوز بالبطوله دي خلاصه الكلام عشان بس ما حدش يقعد بقى يطلع ويقول لك احنا لعبنا وانتوا كسبتوا الكلام ده لا يعني مش منطقي ومش طبيعي وبعدين الهجمات المرتده بتاعتنا هي اللي برده اللي كسبتنا فده ذكاء يعني احنا الجون بتاعنا الاولاني من هجمه مرتده فيعني بغض النظر يعني الكلام دايما بيبقى كده فيعني لا ما تفهمش ما هي لا ما انت ما انا بقول لك اهو انت في ظروفك وحجم اصاباتك كانت اكتر واخطر في المناطق المهمه بتاعتك طبعا اللي انت طبعا فقدتيها برضو لكن ايه وبرضو مستويات بعد اللعب يعني مثلا كان مفاجاه انه يبدا بكريم ندفت في مباراه زي دي يعني الناس كلها هتتفاجئ ان مروان قعد بره صح يعني ما برضو الناس برضو ايه حساباتها برضو مختلفه لاعب اللي رجله في الملعب غير اللي انت برضو جايبه فبرضو الاداء لم يكن بالمستوى فانت تاثر الاداء الهجومي يمكن في الشوط الاول بس مع مرور المباراه والتغييرات والدفعات اللي مثلا الجراء اللي كان عليها مثلا جوميز انه دفع واشرك وكان بيلعب بديفندر واحد برضو ايه عارف انت لو كانت الحاله الاهلي جاي كان ممكن الماتش ينتهي من الحاله الفنيه للعيبه وكتير من اللعيبه كانوا موجودين كان دي كتير من الزملكاويه وبالذات من اصحاب الدم الخفيف اللي بيبقى لهم فيديوهات على يعني بيشيروها على السوشيال ميديا الى اخره. شفت اللي حلقوا شعرهم؟ لا دي ما شفتهاش. في ولدين حلقوا شعرهم فعلا؟ لا انا بتكلم على تفصيله ثانيه. ناس كتير منهم وبيصرحوا بده من خلال الفيديوهات اللي بيشيروها على وسائل التواصل الاجتماعي ان بقى عندهم شبه يقين
راسخ ان الزمالك يلعب زي ما يلعب والنادي الاهلي حالته زي ما تكون في الاخر الاهلي هو اللي بيفوز. والحكايه دي ربت شيء من العقده عند البعض منهم بيعبروا عنها بشكل ساخر وكوميدي ودمه خفيف. هي دي حقيقه؟ لا. امال ايه الحقيقه؟ لا لا لا، كل مباراه ليها ظروفها. ما هنيجي نمسك كره وقلم ونقول مثلا في ماتشات الاهلي كان متفوق ومكسر الدنيا وخسر؟ اه في. هي الكوره كده، في توفيق وعدم توفيق، وفي حد بيخلص وفي حد مش بيخلص. اه وحد ما بيعرفش يخلص. وانا سايبك مثلا، ها مش هنفلسف الامور ويقول لك اصل انا سبتك بتقعد تهوش مش عارف تضرب. طب يلا ما تخلص ما تضرب. طب مش تضرب. طب مش تضرب. طب خد بقى. فانا دي يعني بس هي ايه، انت قدرت تعمل واحده فخلصتها وغيرك اه كان عنده السيطره الشكليه لكن لم تكن بالخطوره الهجوميه الفاعليه الهجوميه اللي انا اقدر اقول لك ايه انك انت خلاص رايح. لكن برضو خروج لاعب بحجم زيزو برضو لا شك عمل تاثير لانه برضو لعيب عارف طريق المرمى كويس جدا من اللعيبه مميزين في الـ في الـ في الدوري المحلي ولعيب كويس يعني عنده امكانيات والقدرات وهو من اللي مدي شكل كبير جدا وروح لفريق نادي الزمالك. لكن ما كانتش السيطره بالصوره، جات لك الفرصه خلص يعني انت منتظر ايه؟ منتظر على فكره وناس في ناس قاعده بتتفرج على الماتش وناس قاعده موجوده قالت لك خلاص الاهلي هو اللي هيخلص. طيب فجت الكوره بقى اللي انت بقى شفتها بقى يعني يلا والثانيه بقى مش عاوز اقول خلاص ما بدي خلاص بقى ما عادش. استاذ محمود كل سنه وحضرتك بخير. احنا الحلقه كده خلصت و10 الصبح في الاهلي هيقف زي كل سنه مع حضراتكم. كل سنه واحنا دايما بخير وهنبدا من بكره اولى حلقاتنا برده زي كل سنه وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم البرنامج الليلي وهو الاهلي في رمضان بالتناوب ما بين المذيعين طبعا في القناه. انا وكريم هنكون مع حضراتكم يوم الاثنين واول حلقه من الاهلي في رمضان الساعه 10 مساء تحديدا. تنورنا بقى لازم اهو هنبقى بالليل وهتصحى براحتك. ضروري اه ضروري ضروري. ان شاء الله كل سنه وحضرتك طيب وباحسن صحه وحال وكل سنه طيبين ان شاء الله. نورتنا ونكون شهر سعيد على الامه العربيه والاسلاميه ان شاء الله. ربنا يخليك وعلى النادي الاهلي ان شاء الله. امين يا رب. هي طبعا ساعات بتفصلنا عن استطلاع الهلال لكن ان شاء الله المتوقع ان ابتداء من بكره مصر كلها هتصوم. حضرات بكره ان شاء الله اول يوم صيام عند يعني كل المسلمين وفي نفس الوقت اول يوم صيام عند كل اخواتنا المسيحيين. بدايه الصوم الكبير كل سنه ومصر كلها يا رب في خير ورخاء وكل حاجه حلوه يستحقها المصريين. بنشكركم على حسن المتابعه ونشوفكم على خير ان شاء الله.